السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، وفي محاضرة الأولى لمادة اللغة الإنجليزية لقسم الأدلة الجنائية في كلية العلوم جامعة الكرخ للعلوم. منهج اللغة الإنجليزية الرئيسي راح يكون على قصة في الأدب البوليسي Detective Literature، ومهمة جدا في التخصص ولمعرفة مفردات كثيرة جدا في اللغة الإنجليزية. القصة هي مشهورة جدا، عنوان The Murders in the Room Morgue، جريمتا قتل في شارع مورغ، للكاتب الأمريكي الشهير إدغار ألان بو، وهو يعرف بالمؤسس القصة القصيرة البوليسية الأمريكية. و إن شاء الله راح نبدأ بقراءة القطعة وشرحها. الجزء الأول من القصة. Paris in Paris it was in the summer of 1840. هنا الناريتر يعرف بالراوي الذي يروي القصة يقول في باريس في فرنسا في صيف عام 1840 there I first met that strange and interesting young fellow August Dubin. فيقول الراوي القصة أنه في صيف 1840 أول ما التقى بدوبن، هذه الشخصية الغريبة strange، الشاب الغريب أو اللافت للنظر دوبن. طبعا هنا دوبن يمتلك قدرات خارقة supernatural power في تحليل الشخصية وفي معرفة الأفكار المخفية للشخصية المقابلة لدوبن، أي بمعنى دوبن لديه يعني قدرة خارقة في تحليل أفكار الأشخاص الآخرين. فهذه يعني مهمة جدا، شخصية رئيسية في القصة، مهمة جدا أن نركز على هذه الكاركتر، ومهمة جدا في التحليل. دوبن was the last member of a well-known family. كان آخر عضو لعائلة مشهورة. Family which had once been rich. كانت سابقا غنية. And famous. ومشهورة. He himself, however, was far from rich. لكن هو لم يكن غنيا. He cared little about money. لم يهتم للأموال. He had enough to buy the most necessary things of life and a few books. فكان لديه ما يكفي أن يعني يشتري أشياء ضرورية وقليل من الكتب. He did not trouble himself about the rest. ولم يزعج نفسه ببقية الأشياء. فقط just books، فقط كتب. With books he was happy. مع الكتب كان سعيدا. فهنا تركيز دوبن وفقط في قراءة الكتب. We first met. يقول الراوي يعني أنا ودوبن التقينا. When we were both trying to find the same book. عندما حاولنا أن نجد نفس الكتاب. As it was a book which few had ever heard of. هو كتاب قليل سمعوا عن هذا الكتاب. This chance brought us together. فهذه الفرصة جمعتنا معا. In an old bookstore. في مكتبة كتب قديمة. Later we met again. لاحقا أيضا التقينا معا. In the same store. في نفس المكتبة الكتب. Then again another bookstore. وأيضا في متجر يعني بيع الكتب آخر. Soon we began to talk. وبعدها بدأنا التحدث. هنا بداية يعني الحدث الأكشن، أنه soon we began to talk، هو هذا اللقاء. I was deeply interested in the family history he told me. كان راوي مهتم بتاريخ العائلة اللي أخبره عن دوبن. I was surprised. كنت متفاجئا too أيضا at how much and how widely he had read. يعني مستغرب أو متفاجئ أنه بالكمية الواسعة التي قراها دوبن من الكتب. More important the force of his busy mind. وأيضا مهم جدا هو لعقل المشغول دائما. Was like a bright light in my soul.
كان كضوء مشرق في روحي. يصف يعني عقله الـ busy mind. I felt that the friendship of such a man would be for me riches without price. يشعر الراوي أنه صداقته مع دوبن هو كثروات من دون أي تكلفة أو ثمن. I therefore told him of my feelings toward him. وأخبر الراوي لمشاعره تجاه دوبن. And he agreed to come and live with me. ووافق أن يأتي ويعيش مع الراوي. He would have, I thought, the joy of using my many fine books. وأيضا كانت لي الراوي joy, أي بمعنى متعة أنه يستخدم هذا دوبن كتبه الجميلة. And I would have the pleasure of having someone with me. وأيضا كانت لديه الفرحة للراوي أنه يجد شخص معاه. For I was not happy alone. لأنه لم يكن سعيدا أن يعيش وحيدا. We passed the days reading. قضينا الأيام نقرأ. Writing. نكتب. And talking. ونتحدث. But Dubin was a lover of the night, and at night often with only the light of the stars to show us the way. فكان عاشق الليل دوبن, وفي الليل غالبا ما مع ضوء النجوم الذي يرشدنا الطريق. We walked the streets of Paris. مشينا في شوارع باريس. Sometimes talking, بعض الأحيان نتحدث. Sometimes quiet, هادئين. Always thinking, لكن دائما نفكر. هنا النقطة الرئيسية هي thinking, التفكير. I soon noticed a special reasoning power he had. مثل ما قلنا, يعني لاحظ أنه قدرة أو تفكير خاصة لدوبن. An unusual reasoning power, فهي غير اعتيادية. قوة تفكير غير اعتيادية. Using it gave him great pleasure. عندما يستخدمها يشعر بالمتعة دوبن. He told me once with a soft and quiet laugh that most men have windows over their hearts. يتذكر راوي أن دوبن قال له أن أغلب الرجال لديهم نوافذ في قلوبهم. Through these he could see into their souls. ومن خلالها ممكن أن يرون ما في أرواحهم. Then he surprised me by telling what he knew about my own soul. وفاجأه عندما أخبر دوبن الراوي أنه يعرف ما يدور في نفسه في روحه. And I found that he knew things about me. ووجد الراوي أنه دوبن يعرف أشياء عن الراوي. That I had thought only I could possibly know. واعتقد الراوي أنه فقط هو نفسه يعرفه. فهذه القدرة الخارقة لدوبن في معرفة أفكار الآخرين. His manner at this moment was cold and distant. أسلوبه في هذه اللحظة كان باردا ومتحفظ. Distant يعني مبتعد أو متحفظ. His eyes looked empty. عيونه بدت فارغة. And far away. وبعيدة أو شاردة. And his voice became high and nervous. لكن صوته بدا عاليا ومتوترا. At such times it seems to me that I saw not just Dubin. لكن في هذه الأوقات بدا لي أنه أنا أرى ليس دوبن واحد وإنما but two Dubins. شخصيتين لدوبن. One who coldly put things together. الأول يضع الأشياء معا. And another who just asked coldly. Took them apart. ويفصل الأشياء مرة أخرى. أي شخصيتين. الشخصية الأولى تربط بين الأشياء والشخصية الثانية تفكك هذه الأشياء. One night we were walking down one of Paris's long and dirty streets. كنا نسير في أحد شوارع الطويلة لباريس وكانت قذرة. Both of us were busy, كنا منشغلين with our thoughts بأفكارنا. Neither had spoken for perhaps 15 minutes, ولم نتحدث على ما يقارب 15 دقيقة. It seemed as if we had each forgotten that the other was there. وأيضا أنه نسينا أنه نحن معا
أي هم سوية لكن يفكرون فنسوا أنه هم جالسين أو يتمشون سوية. At his side, I soon learned that Dubin had not forgotten me. لكن بعدها عرفت أن دوبن لم ينساني. However, suddenly he said. وبعدها قال. هذا الذي سوف يعني يقوله دوبن هو الأفكار التي كان يفكر بها الراوي مع نفسه. You are right. He's a very little fellow. That's true. And he would be more successful if he acted in lighter, less serious plays. هذا هو كلام دوبن. يقول نعم أنت محق. كان زميل صغير. نعم هذا صحيح. And he would be more successful. كان يعني سوف يكون ناجحا لو مثل مسرحيات أقل شدة وتكون خفيفة وفكاهية. أي بمعنى كان يفكر الراوي لشخصية معينة أو لممثل مسرحي معين. قال الراوي أنه لو يعني كان سينجح لو مثل مسرحيات أقل شدة. فهذا دوبن قال ما كان يفكر به سرا الراوي. أجابه الراوي Yes, there can be no doubt of that. نعم لا شك في ذلك. يقول الراوي At first I saw nothing strange in this. لم أجد شيئا غريبا في هذا الموضوع. Dubin had agreed with me. وافق دوبن معايا. With my own thoughts. ومع أفكاري. This of course seemed to me quite natural. وهذا بالتأكيد بدأ طبيعيا. For a few seconds. لكن بعد ثواني I continued walking. استمريت في المشي and thinking والتفكير. But suddenly, لكن فجأة, and I realized that Dubin had agreed with something which was only a thought. لكن realized أن دوبن وافق مع شيء كان مجرد فكرة. لم تكن كلمات قلتها له. أنه فكرة في بالي. لم يسمعها. لكن كيف عرفها دوبن؟ I had not spoken a single word. لم أقول بكلمة واحدة. I stopped walking and turned to my friend. توقفت في المشي واستدرت لصديقي. وقلت دوبن. I said دوبن. This is beyond my understanding. هذا ما وراء تفكيري. How could you know that I was thinking of? كيف عرفت أني كنت أفكر ب إلى آخره. Here I stopped in order to test him. وتوقفت لم أقل يعني ما فكرت به حتى أختبره. To learn if he really did know my unspoken thoughts. ليعرف أنه هل هو حقا عرف أفكاري الخفية. How did I know you were thinking of Chantley? Why do you stop? You were thinking that Chantley is too small for the place in which he acts. يقول دوبن أنه كيف أنا عرفت أنت كنت تفكر بالشخصية Chantley. شخصية معينة. ممثل مسرحي كان يفكر به الراوي. فأيضا دوبن يعرف اسم الشخصية اللي كان يفكر فيها الراوي سرا. فيقول له لماذا توقفت؟ You are thinking that Chantley is too small. كنت تفكر أنه هذه الشخصية صغيرة for the place. للمسرحيات. In which he acts. التي قام بتمثيلها أو بأدوارها. هذه فقط كلمتي لايتا lacking seriousness يفتقر إلى الشدة والقوة. Realize to comprehend completely or correctly. يفهم بشكل كامل وبصحيح أي يدرك. هذا كان جزء من الجزء الأول للقصة. نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة الجزء الآخر من الجزء الأول. الآن نحن مع الجزء الأول من القصة. أتمنى كانت مفهومة. شكرا جزيلا للاستماع. Thank you so much for listening.